ولد النبي صلى الله عليه وسلم يتيما، يعني مات أبوه قبل أن يولد عليه الصلاة والسلام. يا أوتي صلى الله عليه وسلم نون يول كائن يتيما تنين يبون جنون فقرة كبقون يول. وبعد ولادة عليه الصلاة والسلام بأشهر ماتت أم النبي صلى الله عليه وسلم. Then bang kanu senyole bang idu chauji gauchel kanu senyole then min gibe ne noko. فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة جده عبد المطلب. Then جاوت صلى الله عليه وسلم نوبدو ككجا نفيكي كانيري تجي كواي نيرجي ميلوني أبو طالب. عبد المطلب. عبد المطلب. جد النبي صلى الله عليه وسلم. كوارجي ميلوني عبد المطلب. ثم بعد هذا مات الجد عبد المطلب فكان النبي صلى الله عليه وسلم في كفالة عمه أبو طالب. أبو طالب هذا أبو علي رضي الله عنه. كان كوارجي شاوسته عبد المطلب كانوا ستو تنودون الويت نرجي ميلوني أبو طالب. أبو طالب إن ون علي ابن أبي طالب. نعم. ثم تزوج النبي صلى الله عليه وسلم، أول زوجة تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم هي خديجة بنت خويلد. Then bangeno jaote صلى الله عليه وسلم nge no nyombo to no nyomo da kuma ni doni Khadija bint Khuwailid. نعم. ثم مات في عام واحد، مات عم النبي صلى الله عليه وسلم أبو طالب وماتت خديجة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم. كايتو جيناني جيغي من هنا ديجاني بين ياساي نو اومو ييغا تشيل ماني كوارغي بين نو فاي.